الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الثامن من سلسلة المقاطع التي قدمتها خلال الأسابيع الماضية عن مقدمة إلى السلاسل الزمنية. هذا المقطع هو بعنوان تحويل السلسلة الزمنية غير المستقرة إلى مستقرة. إذن تحويل السلسلة الزمنية غير المستقرة إلى مستقرة، أو transforming a non-stationary series, time series طبعا non-stationary time series to a stationary time, one or time series. نبدأ على بركة الله. قبل أن أخوض بالتفاصيل أذكركم بالذي قمنا به خلال المقاطع السبعة السابقة، وذكرنا الكثير عن مبادئ السلاسل الزمنية. منها على سبيل المثال ذكرنا مركبات السلسلة الزمنية، مركبة الاتجاه، المركبة الموسمية، المركبة الدورانية، والغير المنتظمة عفوا اللي هي بنسميها الخطأ العشوائي، أو the trend component, the cyclical component, the seasonal component, والirregular أو error component. وذكرنا كذلك الأمر معنى الانحدار غير المنطقي أو spurious regression، اللي هو عندما نقوم بعملية انحدار أو regression سلسلة زمنية غير مستقرة على سلسلة زمنية غير مستقرة أخرى، فبتكون طبعا نتائج التقدير غير منطقية وتؤدي إلى تضليل البحث كلياته. الآن ذكرنا ما المقصود باستقرار stationary time series والسلسلة غير المستقرة اللي هي non-stationary time series. مهم جدا نفرق بينهم، يعني أن نميز بين المستقرة اللي هي المنطقية تؤدي إلى نتائج منطقية، وهنا تؤدي إلى نتائج غير منطقية. وذكرنا كذلك الأمر في أحد المقاطع اختبار الاستقرار بواسطة إما الشكل البياني الذي سأذكره بعد قليل، أو طريقة ديكي فولر اللي هو اختبار ديكي فولر تيست، بنسميه ديكي فولر تيست، ومحاذير توظيف مثل هذه الاختبارات ذكرتها في مقطع يعني منفصل وخصص لهذا الأمر، اللي هو محاذير اللجوء إلى بعض الاختبارات من ديكي فولر. وأكثر من مقطع، مقطعين ربما، ذكرت عن قياس المركب الموسمية seasonal components والمؤشر الموسمي seasonal index والتنبؤ forecast من خلال الوسط المتحرك أو moving average، ومركز الوسط المتحرك center moving average، ومركبة الاتجاه اللي هي trend components. كيف نستخدم كل هذه الفواعل أو الطرق حتى نتمكن من التنبؤ بمستقبل، يعني بكميات مستقبلية للسلسلة الزمنية. نتابع. نتعلم في هذا المقطع كما ذكرت كيف نحول السلسلة غير المستقرة إلى سلسلة مستقرة تؤدي إلى تقديرات منطقية، سلسلة زمنية طبعا. هناك طريقتان لجعل السلسلة مستقرة. طبعا هنا يعني تحذير مسبق أنه لا يمكن أن نتأكد بشكل يقيني على أنها مستقرة إلا إذا جربنا أكثر من طريقة. فهنا مع يعني تحذير لأحبة الطلبة والمتابعين وخاصة الباحثين في الدراسات العليا. الطريقة الأولى، تقول نظرية السلاسل الزمنية بأنه يمكن جعل السلسلة الزمنية طبعا التي تحتوي جذرا أحاديا unit root، جعلها مستقرة بواسطة الفروقات، بسبب differencing الفروقات، أي يعني الآن إما بتكون من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة، بمعنى آخر نطرح قيم السلسلة من بعضها بعض، طبعا اللهم القيم متسلسلة من بعضها بعض حتى نصل إلى سلسلة مستقرة. فهنا كأن نقول الفروقات من الدرجة الأولى بسميها first difference، أو الفروقات من الدرجة الثانية second difference، وهكذا. إذا الآن حققنا استقرار السلسلة الزمنية بواسطة الفروقات مهما كان يعني درجتها أولى أو ثانية أو ثالثة، هذه السلسلة تسمى سيرورة مستقرة بالفروقات، سيرورة مستقرة بالفروقات أو Difference Stationary Process DSP. الطريقة الثانية، إذا كانت سيرورة السلسلة الزمنية مستقرة حول خط اتجاه معين، سأبين ذلك بعد قليل بواسطة رسمة بيانية، تمثيل بياني أو صورة بيانية. إذا كانت السيرورة اللي نتحدث عنها الآن اللي هي يعني محل دراستنا مستقرة حول خط الاتجاه، يمكننا استخراج سلسلة زمنية مستقرة بواسطة انحدار السلسلة على الزمن
ثم حساب البواقي الناتجة، فتكون البواقي ذات السلسلة المستقرة، وهي ما تسمى سيرورة مستقرة بالاتجاه Trend Stationary Process، سيرورة مستقرة بالاتجاه Trend Stationary Process TSP. هذا الآن تمثيل بياني للطريقة الثانية. إذا كان الآن هذا المنحنى المتعرج الأزرق السميك هو السلسلة الزمنية، لاحظنا الآن لو أنه نوفق إحنا خط اتجاه هنا، فبتكون السلسلة مستقرة حول خط الاتجاه هذا اللي هو الأحمر، هذا السهم الأحمر السميك. فبالحالة هاي بيكون البواقي الناتجة من الفرق بين قيم السلسلة وقيم الاتجاه بيكون عبارة عن Trend Stationary Process TSP، اللي هي سيرورة مستقرة بالاتجاه، ونستطيع استخدامها في التنبؤات. كذلك الأمر طبعا إذا حققنا الاستقرار من خلال الفروقات نستطيع استخدامها كما ينبغي بالبحث العلمي والتنبؤات وما شابه. نتابع الآن مثال. لنفترض بأن السلسلة Y صبتي الآن هاي تمثل حجم المبيعات بالألف وحدة ربعيا. الآن لدينا 24 ربع سأذكرها بعد قليل. ف Y sub T هي حجم المبيعات بالألف وحدة ربعيا، quarterly يعني السنة أربعة أرباع. وبالتالي الآن هذه الأرباع، الربع الأول الثاني الثالث حتى 24 ربع، وعندي كمية المبيعات أو حجم المبيعات Y sub T 1 2 3 2 1 3 وهكذا إلى 17. لكن لاحظوا لي تذبذب السلسلة، يعني هنا عندي حجم المبيعات 1000 وحدة، هنا 2000، هنا 3000، هنا 2000، هنا 1001 وهكذا. فالتذبذب هنا يعطيني هذه الرسم البيانية أو شكل الصورة البيانية هاي، أن هناك تذبذب لاحظوا لي في السلسلة، لكن هناك اتجاه متصاعد بحجم المبيعات كلما تقدمنا في الزمن. الآن هذا الاتجاه بقول لي أنه طبعا موجب الميل. أوكي، بعد أخذ الفروقات الآن سنحصل على الفروقات، يعني بمعنى آخر هذه الكمية ناقص طبعا الفروقات من الدرجة الأولى اللي أخذناها هنا، يعني فقط Y sub T هنا مطروحة من Y sub T ناقص واحد، إذن سنخسر مشاهدة واحدة هنا. Y هذه مطروحة من سابقة، Y هذه مطروحة من سابقة، وبالتالي طبعا نحصل على هذا هو الدف Y sub T اللي هي differencing، لكن اللي من الدرجة الأولى. فلاحظوا الاثنين ناقص واحد اثنين، ثلاثة ناقص اثنين واحد، اثنين ناقص أو مطروح منها ثلاثة ناقص واحد وهكذا. فمنلاحظ على أنه هذه الفروقات في كميات الإنتاج اللي هو يعني هذه سلسلة الآن زمنية، لكن سلسلة فروقات لو مثلناها بيانيا سنحصل على الشكل الآتي. وأنا الآن من ناحية بيانية، من ناحية بيانية على الأقل بالنظر تقول لنا هذه الصورة بيانية بأن السلسلة الناتجة وهي الفروقات هنا مستقرة بالاتجاه، عفوا بالفروقات، مستقرة بالفروقات. الاتجاه طبعا هو الآن ثابت، وبالتالي ليس هناك اتجاه معين، فهو صفر اتجاهها. إذا تذبذب هنا سلسلة الفروقات هذه نظري يعني بالنظر فقط وباستخدام التمثيل البياني نستطيع أن نقول أنها مستقرة ونستطيع أن نستخدمها. الآن ننتقل إلى يعني عملية أخرى، إجراء عملية انحدار بسيط. Y sub T حجم المبيعات على Y sub T ناقص واحد حجم المبيعات في الفترة السابقة. الآن هذا الآن Y sub T هنا هذه الفترة السابقة، لأنه يعني خسرنا مشاهدة واحد، يعني أذكركم فيها أرجع إلى الخلف. هذه الآن Y sub T لاحظوا اللي بتبدأ بواحد وتنتهي ب17، لكن عندما الآن يعني نقوم بعملية انحدار Y sub T على Y sub T ناقص واحد اللي هي بالفترة السابقة، سنخسر مشاهدة واحدة كما يلي الآن. فالآن بكون بالحالة هاي نقوم بانحدار هذه الكميات على هذه الكميات، مع العلم بأننا خسرنا مشاهدة واحدة. الآن تكون معادلة الانحدار من غير انحراف، من غير جرح. تذكروا بأحد المقاطع ذكرنا عن سيرورة بانحراف اللي هي process time، يعني time series process with drift، وفي واحد ثاني without drift، يعني واحدة بانحراف أو جنوح وأخرى من غير انحراف أو من غير جروح. فهاي الآن اللي تخيلناها، لاحظوا لي أن y sub t تساوي rho، هذا اللي هو أرجو كمان الرجوع إلى المقاطع السابقة تشرح أنه هذا عبارة عن معامل ارتباط الآن.
في واي صب تي ناقص واحد زائد إبسلون. فكانت نتيجة التقدير كما يأتي، هذه النتيجة التي حصلنا عليها. لاحظوا لأنه قيمة رو أعلى من واحد صحيح، وهو غير منطقي، غير منطقي، رغم أنه الار سكوير عالية، التي عالية جدا، لكنه غير منطقي. الآن أما المعادلة مع انحراف فكانت كما يلي. كذلك الأمر مشكلة عندي هنا أنه قيمة رو أكبر من واحد صحيح، وبالتالي ما الذي أستنتجه؟ في كلتا الحالتين بلغ قيمة رو أكبر من واحد صحيح، ما يعني بأن سلسلة انفجارية explosive series المقصود فيها أنه يعني غير مستقرة أبدا، حتى لو أنه قمنا بانحدار هذه الكمية على الكميات السابقة، سواء بهذا الشكل بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة اللي هي مع درفت، هنا بدون جنوح بدون انحراف، هنا فيها انحراف فيها جنوح. إذن هنا يعني خلاص لا يمكن أن تكون مستقرة بطريقة اللي هي يعني انحدار هذه عن انحدار هذه، وبالتالي تعطينا النتائج غير منطقية. نتابع الآن لنجرب عملية انحدار بسيطة. الآن الفرق الأول دلتا واي سب تي، يعني القيمة الثانية ناقص القيمة الأولى، الثالثة ناقص الثانية، وهكذا الفروقات، هذه الآن سلسلة يعني انحدارها على هذه السلسلة بمتأخر زمنية واحدة اللي هي على هذه، يعني هذه الآن على هذه، لو هذه لكن إيش بفترة سابقة واحدة. فهذه الآن واي سب تي عندي، لكن واي سب تي ناقص واحد بمعنى آخر كما ذكرت قبل قليل نخسر مشاهدة واحدة، وهذه الفروقات لاحظوا لي. إذن الآن الفروقات هذه عفوا الفروقات هذه نقوم بعملية انحدارها على واي سب تي ناقص واحد، فكانت النتيجة تكون طبعا معادلة مع انحراف أو جنوح هذا الشكل لها، اللي هو تذكروا دلتا واي سب تي يساوي A زائد هذه جاما في واي سب تي، لكن جاما هنا لها معنى أذكركم به، وهو أنه جاما تساوي واحد ناقص رو. إذن الآن القيمة هذه بتقول لي بالضبط كم قيمة رو المقدرة، طبعا سأبينها بعد قليل. كانت نتيجة التقدير كما يأتي الآن، هذه نتيجة التقدير، هذه هي قيمة الدريفت أو الجنوح أو الانحراف، وهي قيمة جاما، هذه هي هذه القيمة هنا. ولاحظوا أن الار سكوير 1.17 منخفض جدا جدا، أي بمعنى آخر أن هذه لم تستطع أن تفسر إلا فقط أقل من 2% من الفاريشن أو التغير هنا. أما المعادلة بدون انحراف فكانت كما يأتي، لاحظوا الآن هنا يعني هنا عندي 4%، هنا 8 أو 8.5% تقريبا، لكن في كلتا المعادلتين تبدو قيمة معامل ارتباط رو. ليش؟ لأن رو يعني جاما الآن اللي هي هذه القيمة أو هذه القيمة تساوي واحد ناقص رو، ما يعني بأننا سنحتاج إلى اختبارات أو اختبارات أخرى، وذلك على الرغم من استقرار الفروقات، لأن رو بكون عالي جدا. يعني إذا عوضنا عن جاما بهذه القيمة بكون رو تقريبا 95 أو 96% كثير قريب يعني من واحد صحيح، وإذا عوضنا عن 8.5% بكون بالحالة هاي 91.5% رو، وبالتالي عالي جدا. إذن لابد من أن نلجأ إلى اختبارات أخرى كديك فولر أو ما شابه التي ذكرتها يعني في مقاطع سابقة. نأتي الآن على معادلة اتجاه. يمكننا من الصورة البيانية لكمية المبيعات مع الزمن أن نستكشف الشكل الأقرب لدالة الاتجاه، وطبعا بالتدقيق عفوا هنا في خطأ طباعي، بالتدقيق فيها نجد بأن الأقرب لها هي معادلة اتجاه من الشكل الآتي. مثلا ممكن لأنه هذا الشكل البياني الآن أذكركم فيه هلأ، يعني يمكن لنا أن نتخيل الآن بالطريقة الثانية طبعا اللي هي معادلة اتجاه، بأن واي صبتي تعتمد على الزمن ومربع الزمن، لأنه الشكل البياني هذا الشكل البياني. هذه الآن لاحظوا لي مثل كأنها سكوير، يعني أذكركم بالتفاضل والتكامل أو بالمبادئ الرياضيات البسيطة، أنه كيف شكل واي تساوي اكس تربيع، فهنا واي تساوي تي أو تي تربيع. لاحظوا لي في عندي انحناء وزيادة، لكن بانبعاج نحو
نقطة الخط الأفقي، وبالتالي ممكن يكون في عندي تي سكوير بالحالة هاي. كانت نتائج التقدير كما يلي. لاحظوا لي الآن هذه واي سب تي ضاعت نتائجها كما يلي، ار سكوير عالي جدا، وهنا الآن قيم تي عالية جدا، وبالتالي هذه ربما تكون مستقرة، لكن لا تستعجلوا لأنه يعني سأبين الآن. لاحظوا لي هنا هاي المعادلة المقدرة اللي هي هذه 2 طبعا واي سب تي تساوي 2.54 15 سالب 0.42617 في تي اللي هو الزمن، زائد 0.044664 تي تربيع اللي هو مربع الزمن. وهذه الآن الفروقات، وهي شكل الفروقات. على الرغم من أنه شكل الفروقات يمكن أن يوحي بأن هذه السلسلة اللي هي سلسلة البواقع اللهم مستقرة، لكن سبحان الله عندما حذفت معاملتي هنا وقمت بانحدار يعني عملية ريجريشن وانحدار هذه على فقط تي تربيع مع طبعا الدريفت أو الجنوح هذا، فأعطاني نتيجة أفضل بكثير. لكن دققوا هنا، يمكن لنا أن نستنتج بأنها مستقرة بالبواقي. لكن الآن لنجري معادلة اتجاه من الشكل الآتي اللي هو ذكرته قبل قليل، أنه واي سب تي بساوي A هذه الانترسبت نقطة التقاطع زائد A1 في تي تربيع فقط لا غير. لاحظوا ليس هناك معامل تي خطية، زائد إبسلون كانت النتيجة. طبعا هذه تذكروا النتيجة كمان كانت كما يلي، يا سلام واي سب تي هات كلها تساوي صفر يعني 0.4946 زائد 0.286 تي تربيع، وهنا عالي جدا. وهذه الآن اللي هي قيمة تي لهذه المعلمة، قيمة تي عالية، لكن طلعوا شو المفاجأة. المفاجأة بأن معادلة الاتجاه غير الخطية هذه هنا تقريبا مثلت السلسلة الأصلية بشكل كبير جدا، استطاعت أن تفسر 95% منها، وهي أقرب من السلسلة التي قدرناها قبل قليل ب تي زائد تي تربيع. وبالتالي هاي البواقي الآن، وهنا رغم أنه يعني في عند ارتفاع بالبواقي ثم انخفاض ثم ارتفاع، لكن هذه توحي بأن سلسلة البواقي أصبحت مستقرة بواسطة هذه المعادلة، أفضل من لو أنه كان في عندي A0 زائد A1T زائد A2T تربيع. بمعنى آخر أفضل من هذه اللي راح أرجع لها بعد إذنكم حتى تأكدوا، أفضل من هذه المعادلة اللي هي بدون هذه، يعني شربت هذه. أعود إليها حتى نتأكد، لأنه رسم البياني متوافق، قيمة تي مرتفعة جدا، وهي أكبر من أي قيمة عند ديكي فولر اللي هي رو أو عفوا تاو، قيمة تاو أعلى من أي قيمة موجودة، فبتكون الرزيجوال هذه هي سلسلة مستقرة. آخر شيء أتحدث عنه هنا أنه في جميع الأحوال لابد من التأكد من استقرار السلسلة الزمنية بالوسائل الممكنة قبل استخدامها في تقدير التنبؤات. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.